مستحيل تيجي على بريطانيا وتتوقع انه بسنة او سنتين تصير مليونير، يعني بالكثير تشتري سيارة وتستأجر مكان حلو. خلينا نناقش موضوع الشغل عند العرب، لانه شفت انه الموضوع شدكم. راح اشارك قصة صديق اشتغل في بريطانيا عند واحد مصري. راح نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر. انا هلا وصلت البيت، لازم اسكر وبنحكي معكم كمان شوي. قلنا لكم احبتي نحاول نكون كرياتيف شوي، ورجعنا لكم يا شباب. اتمنى تكونوا بخير شباب وشابات، اهلا وسهلا فيكم. مش عارف ليش بتطلع هون، لازم اتطلع على الكاميرا مش على وجهي. وتحياتنا لشركة ايفون اللي وفرت لنا هاي التكنولوجيا الجميلة. انا قديم يعني في الموضوع كاميرات ومش كاميرات. خلينا نحسب يا شباب كم الرجل المصري صاحب المطعم استغل صاحبنا. هلا صاحبنا حكى لي القصة من جديد. الان الراجل معه اوراق، ما كنت اعرف انه كان يشتغل بدون اوراق من قبل، فهو حكى لي هلا. فخلينا نحسبها. الراجل اشتغل عند صاحبنا، خلينا نسميه احمد، هذا اسم مش من الواقع. خلينا نحكي صاحبنا احمد اشتغل عند الرجل، خلينا نحسبها ورقة وقلم. هو اشتغل شهرين، كان يداوم في اليوم 10 ساعات. اوكي، هلا كيف بدنا نحسبها؟ كل شهرين، الشهر عبارة عن، خلينا نحسبها هون، الشهر خلينا نحكي 30 يوم، بس هو كان يعطل يوم بالاسبوع، فتقريبا يوم بالاسبوع، خلينا نحكي بالاسبوع يوم، يعني 4 × 6، لو خلينا نحكي تقريبا 25 يوم يداوم بالشهر. هدول 25 يوم نضربهم باثنين، يعني 50 يوم، تمام؟ هلا 50 يوم زائد 11 يوم، لأنه هو اشتغل شهرين و11 يوم بالضبط equal. هلا 50 زائد 11 61 يوم. هلا 61 يوم، إذا بتشتغل في 10 ساعات، طبعا 10 ساعات، ساعة طويلة اشتغل صاحبنا، اضربهم المينيمم ويجز اذا انا مش غلطان 7.50. اوكي، ضرب يعني 61 يوم، ضرب 7.5، ضرب اللي هي شو what I'm missing now، مش عارف احسب يا جماعة الخير، والله لازم ارجع ادرس مدرسة من جديد. المهم 61 يوم ضرب 7.5 ضرب 10 ساعات اللي كان يشتغلها كل يوم. خلنا احسبها، 61 هيها ضرب 7.5 ضرب 10، هذا المبلغ اللي لازم يحصله صاحبنا. الكاميرا مقلوبة، اللي هو عبارة عن 4575 باوند جنيه استرليني، 4575. هلا كم صاحبنا حصل بهاي الفترة؟ كانت ظروف العمل نوعا ما صعبة، كان الراجل يتأمر عليه ويعامله بطريقة انه يخلف علي، انا اللي شغلتك عندي، وانا زي ما اقولك بالانجليزي I'm doing you a favor، فانا مفضل عليك يا سيدي، مفضل علينا، يعني انا بحكي بمنظور الشاب، حياك الله فضل علينا، كم بدك تدفع لي؟ هذا كان الكلام بينه وبين صاحب الشغل. قال له انا راح اعطيك 800 pounds بالشهر. هلا الشاب كان ظروفه صعبة فوافق 800 pounds، يعني مش مشكلة، يعني وافق مسكين. المهم اجا اخر الشهر، الشخص هذا طلب المصاري تبعته،
يعني المصاري الخاصة بالشغل اللي هي آخر الشهر لازم أنت تاخذ مصاريك بدون أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عركة. فراح على الراجل قال له بدي مصاري. آه يا ابني أنا عايز أقول لك أنا حأعطيك المصاري بتوعك، اديني كم من يوم بس، يوم يومين ثلاث أسبوع. طبعا نحكي نعم نحكي عن الشهر الثاني، دخلنا بأسبوع من بعد الشهر الأول. فشو الراجل أعطاه؟ جاب الراجل معه كاش 600 باونز 600، وأعطاه 600. قال له طب والـ200 الثانية؟ حكى له هاي الـ200 أنا بضل ماسكها معي على أساس أنت ما تتركني من الشغل، وأنا أعطيك المصاري كاملة إذا تركت الشغل، ولكن لازم تعطيني تقول لي إنه بدك تترك الشغل قبل شهر ما تتركه. فالشاب مسكين صار يفكر مرتين بالشغل، فاشتغل عنده كمان شهر فحصل 600 ثانيين، طبعا في 200 زائد 200 ضلوا عند الراجل. واشتغل سيدنا، يا سيد العزيزة ما طلعت، يا أصدقائي، اشتغل هذا الرجل كمان عنده 11 يوم زي ما حكينا من البداية. فهلا المصاري اللي حصلها 600 زائد 600، صاحبنا يعني صار الرجل يتصرخ فيه ويعامله بسوء، بفكر نفسه في بلد عربي يعني أخونا، وهو بيستغل هذا الشخص لأنه ما معه أوراق. وهيك العرب يعني، أنا ما أحب أسب واستعمل كلمات سيئة، ولكن العرب يعني كملوها أنتو، العرب بس أنت تشتغل عندهم بيستغلوك، خصوصا في المطاعم، بس يعرف أنك طالب، بس يعرف أنك مهاجر، يستغلك لأبعد الحدود. نكمل هذا الاشي، اعطاه 600 و600. هلا صاحبنا بعد 10 ايام من الشهر الثاني، يعني اشتغل 60 يوم زائد 10 ايام، صار يفكر بالشغل. هذاك يتأمر عليه فحكى له انا بدي احكي معك شغلة، انه انا ما بدي اشتغل وكذا، ما اعطاه فرصة يتكلم معاه. انا اتكلم معك بعدين ومش عارف ايش، وطبعا الاخوان مصريين عراسي، ولكن هذا الرجل كان سيء. راح عليه حكى له سيدي العزيز انا بدي يعني مصاري، ما اعطاه مصاري، تركها شوي، صار يتأمر عليه زي ما حكينا، يعامله بالسوء، فما صار فرصة انه يتكلم معاه. فبعت له مسج قال له يا صاحبي انا اتمنى لك التوفيق في عملك، طبعا بعت لصاحب الشغل اتمنى التوفيق لك في المطعم تبعك، انا ما بقدر اشتغل معك وبس. هلا صاحبنا قلت له يا اخي مجنون انت، مصاريك طز بالمصاري، طز بالمصاري لما يجي الموضوع لكرامتي. هلأ ترك الشغل بالحسنى، رجع على الراجل صار يشحد منه مصاري، يعني يشحد بمعنى انه ما طالبك المصاري يا اخي، اعطاه 600 زائد 600 و200، فاهمين علي؟ بس ما اعطاه ال200 الثانية، وما اعطاه ال 11 يوم اللي اشتغلهم. فكل مصاري اللي حصلها صاحبنا من صاحب الرجل المصري، خلينا نحسبها على آلة حاسبة، ما بدها آلة حاسبة، 1200 زائد 400، آسف، 1200 زائد 200 اللي هي 600 زائد 600 زائد 200 اللي حصلها بعد، اللي هي عبارة عن 1400 باوند بريتش ماني. اوكي، اتذكروا الرقم اللي حكيناه قبل، المفروض الشاب يحصله لو كان يشتغل قانوني، بين قوسين لو كان الشاب يشتغل قانوني كان على المينيمم ويجز، يعني الحد الادنى للاجور، كان اخذ 4575. خلينا ننقص هذول الرقمين من بعض، 1400 ناقص 4575 يساوي 3175. هذول المصاري إذا بدكم تعتبروها حرام، المهم 3175 ضلت مع صاحب العمل واستغل فيها صاحبنا في عدد الساعات، وهيك أغلب، أو خلينا بدناش نقول أغلب، خلينا نكون إيجابيين، معظم مطاعم لندن العربية بيستغلوا الطلاب،
ما بعرف القانون بيسمح او ما بيسمح. لو القانون بيسمح كنت بحكي اسماء مطاعم كمان، والمطاعم التركية. فيا اصحابي ابعد عن العرب. انا رديت فتحت الموضوع لانه شفت انه في اقبال على واحد من الفيديوهات انا عملته عن العمل عند العرب. فالحذر ثم الحذر. لو بتشتغل زبال في كونسل انجليزي، زبال يعني عادي، ما فيش زبال بمعنى انه هو هي مش مسبة، ولكن رجل اللي بيشتغل في النظافة، وهذا شيء ما بيخجل عادي. لو تشتغل عند الكونسل اللي هي البلدية زبال، افضل ما انه تشتغل في مطعم عربي، لانه بيتم استغلالك. كل المطاعم، او بدناش نضل نقول كل، اغلب المطاعم او معظم المطاعم، احسبوها زي ما بدكم، الخمس ستارز، فايف ستارز، يو نو، تدخل عليها وبتكون طاولة نظيفة والحياة جميلة. طلع على وجوه العمال اللي عندهم وشوف الحزن اللي بعينيهم. شوف كيف انه التبس بيخافوا ياخذوها منك، بيحطوا التبس على جنب. يعني بنيجي من مكان فيه عبودية، بنلقى عبودية في 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 المحلات العربية في لندن، في العاصمة البريطانية، وهذا شيء محسن. وراح أسمي لكم اسم شارع، لأنه شارع هذا مليان مطاعم عربية، ومتأكد تماما إنه بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا هناك بعضهم بيأخذ 6 باوند وخمسة باوند على الساعة أو أقل من هيك عشان يعيشوا. عند العرب، عند المسلمين، هل هذا الدين؟ هل هاي الأخلاق؟ هل هذا يعني شو هذا؟ هذا استغلال، هذه عبودية حديثة، هذا استعباد للبشر. أتمنى لو كنت بقدر أسمي المطاعم، بس أنا راح أسمي اسم شارع من الشوارع اللي فيه كثير من مطاعم العرب بيستغلوا، بعضهم بيستغل الموظفين، اللي هو إجوار رود. مين فينا ما راحش على إجوار رود؟ لو كل واحد يزور لندن راح على إجوار رود. بس بدي أطلب منكم طلب، بس تروحوا على إجوار رود، شوفوا وجوه الأشخاص اللي بيشتغلوا في داخل المطاعم، بتعرف من التعب ومن شكل وجهه إنه ما بيأخذ حقه. كان هذا الفيديو مفصل عن العمل عند إخوتنا وحبيبنا العرب، وأقول مرة أخرى مش الجميع ولكن البعض، وهذا غضبي لأنه أنا عربي أصلاً، وكنت بتمنى انه صاحبنا وغير صاحبنا حصل على حقه عند العرب عشان ما نحكي. ولكن انا بحبه في البلد، انت نوعا ما نوعا ما حر، وبتحكي اللي بدك اياه، بتفضفض. يا اخوانا اذا عندكم مواضيع حابين نشارك فيها، ابعثوا لي او اعملوا كومنت على الفيديو من تحت، وبتمنى انه تشتركوا بقناتي، قناتي جديدة، و راح نصير نحكي بأمور مختلفة، ممكن نحكي بالسياسة، نحكي عن أمور مختلفة بتصير في هاي البلد. شكرا لتواصلكم، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وبنشوفكم في فيديو آخر. مع السلامة.